الخبر طلع أنه في مناشدة من قبل أسرتكم للسفارة الأمريكية للتدخل في قضية الوالد ابتداء. هل هذا الخبر بهذا الشكل صحيح؟ هو خبر صحيح. احنا جعلنا إلى السفارة الأمريكية وسلمنا القائم بالأعمال خطاب تفصيلي بوضع اشتغال البروف وملابساته ووضحنا فيه أنه له 5 شهور محتقل من غير توجيه أي تهمة، من غير محاكمة، في ظروف وباء موجود في الدولة. وقدمنا أيضا 3 مذكرات تم تقديم المذكرات للنائب العام ولم نجد فيها أي يعني إجابة ولا تحقيق للأهداف المكتوبة في المذكرة. سلمنا القائم بالأعمال أيضا المذكرات التي وجهت للنائب العام مع الخطاب التفصيلي باشتغال الوالد. نعم. البعض يستغرب يعني لماذا لجوءكم للسفارة الأمريكية بالتحديد، يعني هي دورها شنو في القضية؟ أخي إحنا لم نلجأ للسفارة الأمريكية، إحنا لجأنا ابتداء الاتحادات الدولية، ابتداء الاتحاد الأفريقي، ووجدنا منه كل استجابة وتعاون في ملف البروفيسور. بروفيسور إبراهيم غنون كان وزير خارجية سابق معروف لدى كل السفراء وكل الدول الخارجية. لجأنا للاتحاد الأوروبي، لجأنا للسفارة النرويجية، لجأنا للسفارة الألمانية، لجأنا للسفارة البريطانية، لجأنا للسفارة التركية، السفارة الروسية، السفارة الصينية. وجدنا تجاوب كبير حقيقة. لجأنا لمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، الأمم المتحدة، مفوضية حقوق الإنسان في شخص المندوب الشامل الموجود في السودان، وفي الدائرة الحقوقية، الدائرة القانونية في حقوق الإنسان. يعني أداروا الملف وملكناهم كل المعلومات الموجودة. ولعلك لو متابع طلع للرأي السوداني ما يدور في قضية البروف، في 5 شهور اكتشفنا أنه الحكومة لصقت تهم كي تحتقر البروف، ليس إلا يعني لا توجد تهم حقيقية، لا يوجد أي تهمة موجودة لكي يحتقلهم فيها. نعم. مجرد احتقال سياسي لا غير. طيب ما الذي تتوقعون يعني أن يكون من أثر من خلال هذه المناشدات؟ يعني هل في أثر متوقعين أنه يحصل يعني؟ والله إحنا الآن في بعض السفارات بدأت بأثر، طلبة رجعت إلينا وطلبت مقابلات شخصية مع الأسرة. وبعض السفارات اتصلت يعني تسأل ما الدعم الذي تريدوا أنه نقدمه لكم. كان كل الإجابات مننا أنه إحنا نريد مناشدة الحكومة بإطلاق السراح الفوري لوالدنا الذي ليس عليه أي تهم غير أنها تهم ملفقة لتكميم الأفواه واحتقاله السياسي لا غير. يعني خلينا يعني ممكن يسمع زول يقول أنتم كده بتدخلوا السودان في مشاكل وبتأججوا عليه وراء آراء السفراء والشغلان، اللي كان يفترض أنتم ما تمشوا لجهة خارجية وتحاولوا تحلوها في داخل البلد، ممكن تردوا تقولوا شنو؟ للأسف والله الجهات الداخلية تعرف أن شخص النائب الآن لم يتعامل مع الملف بمهنية. لو تعامل معه بمهنية كان يسأل شخص البروفيسور إبراهيم غندور مختقل منذ 5 شهور من غير تحقيق إلا لمدة نصف ساعة بتهمة ملفقة هي تهمة الإرهاب. أي طفل صغير أو كبير في السودان يعلم من هو البروفيسور إبراهيم غندور، ما قامته، علمه، ليس له علاقة بالإرهاب من بعيد ولا من قريب، فهي تهمة ملفقة، تهمة خطيرة. يعني أي شخص يعرف أنها لن تجزه في مستقل ولا ساعة، مش 5 شهور. فالنائب العام لم يلتفت إليها، قدمنا كل المذكرات لم يهتم بها، وإنما ضرب بها عرض الحائط. فهذا هو العدل في السودان. كان جديا منا أنه ندخل المجتمع المدني وتصبح القضية قضية رأي عام، والبروفيسور أصلا معروف لدى المجتمع الدولي. المجلس السيادي أو حتى رئاسة القضاء أو الجهاز التنفيذي في الدولة، الحكومة ما قدرتوا تصلوهم أو تقدموا مذكرات لهم؟ والله ما وصلناهم لأنهم يعلموا ملابسات القضية. هم كان أجل منهم مجرد ما عرفوا إنه اعتقل من سلطة النيابة العامة إنهم يتدخلوا ويقفوا هذا الاحتقال. هل في رسالة بتحبوا توجهوها من خلال قناطيبة سواء كان للحكومة أو لأي جهة ما؟ والله رسالتنا للحكومة، الآن الحكومة الانتقالية الموجودة حكومة جات بثورة، والثورة كان شعار حرية وسلام وعدالة. لم تتوفر الحرية لأنهم احتقلوه لمجرد تكميم حريته وإسكات لسانه من الكلام في صوت الحق. لا يوجد سلام نحسه الآن، ولا توجد عدالة. بروفيسور إبراهيم غندور محتقل لمدة 5 شهور، ولعلمك البروفيسور إبراهيم غندور العالم من داخل المحتقلات يصحح بحوث الدكتوراه والماجستير للطلب،
لم يوقف عطاها للسودان، سواء لطلبة الطب سواء للجامعات التي يعمل بها، مواصل في مساراته العلمية رغم الاحتفالات. يعني شخص بهذه المهنية حريا بهم أن يخرجوه ليستفيدوا منه مش يحتقنوه.